احنا النهارده معانا ريفيو لي يعني ايه شاحن سريع، ايه هو الشاحن السريع، ايه هو الشحن السريع، وهل كل الموبايلات بتدعمها الشاحن هو اللي فيه موضوع الشحن السريع ولا البطارية. النهارده في الفيديو هنعمل انبوكسنج وريفيو اهو الشاحن زيستي، والشاحن الزيستي ده اللي هو ميد ان انديا، تقدر تشتريه من على امازون بس مش هتلاقيه على سوق دوت كوم للأسف. الشاحن ده بقدرة 2.1 ملي امبير، يعني هيبقى قوي جدا، لان الشواحن اللي بتيجي مع الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة اللي هي زي هواوي واي فاي 2017، سامسونج جراند برايم بلس، شاومي 4A، الكلام ده كله بيجي بالشاحن 1 امبير. هنشوف الشاحن 2 امبير هيعمل ايه. نفتح الكرتونة، في حاجات مكتوبة ورا الاول. مش مهمة، نشيل ونعمل له انبوكسنج اهو. ميد ان انديا اهو، اهو الشاحن باين عليه كواليتي حلوة اوي. اهو اهو الوصلة يو اس بي، وباين عليها ماتيريالز حلوة اوي. نجرب الشاحن في شحن الموبايلات ونقول لكم على هل بيشحن الموبايل في قد ايه. بعد ما جربت الشاحن لفترة وعرفت امكانياته بيشحن موبايلي في قد ايه، اللي هو موبايلي واي فاي 2017، ده الشاحن اللي بيجي مع العلبة اللي هو بقدرة 1 امبير، وده الشحن السريع اللي انا جبته اللي هو بقدرة 200 ملي امبير، واتضح ان فعلا بيشحن اسرع. يعني الشاحن ده تقريبا كان بيشحن موبايلي في 2.5 ساعة، اما عن شحن الواي فاي في 2017 فبيشحن الموبايل في 3.5 ساعات ل4 ساعات، ففرق يعتبر ساعة بس، مع ان كواليتي اليو اس بي طبعا احسن من شحن الموبايل، الكواليتي بتاعته افضل من شحن الشحن السريع، الكواليتي بتاعت السلك اليو اس بي مش حلوة. ونشوف دلوقتي الاتنين جنب بعض اهو. الشحن بقدرة 1 امبير في الهواوي، نيجي هنا الشحن بقدرة 2.1 امبير. وطبعا اهم حاجة في الشحن السريع هي قدرة الشاحن، هنا 1 امبير، هنا 2.1 امبير، فلازم يشحن اسرع. طبعا انصحكم ان انتوا تجيبوا اي شاحن سريع، لان هتحس فعلا كأن الموبايل بيدعم الشحن السريع. لو اول مرة تشوفني على القناة اعمل سبسكرايب، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، وقول لي ايه رايك في القناه، هل تشحن بشحن الموبايل اللي بيجي في العلبه ولا تجيب شحن سريع. شكرا ليكم على مشاهده الفيديو.